لا تعالى وريني بقى هتقل مني ازاي في يومك الاخبر ده. انت البشيري طب انا عيب عني. بتزقني يا مرعي يا ابن زنوبة. طب خد بتعدمي بالكوباية ها؟ عايزة تكسر الكوباية بنت؟ خد اوعي تعرف الفوضى دي لو كانت في دماغي. وعهد الله وعهد الله بتعطي بنت لا والنبي اوريك يا ابني زنوبه القرعه. سكينه عايزه سكينه بسرعه والنبي لا شقه جايلك يا مرعي. ترمي لها مش كتيره وانا هلم عليك الحاره كلها لو ما تهزتش. العيله بيسع البنت عايزه تشقني. شوف الزبيدي كبيسه جاي لك يا سماح والله لا شرحك لازم اشرحك. والنبي لا قل لي يا ابني. عطارك ربك ده قدامي. النبي لا شقك والله لا وريك. يا اختي. والله لا غزي. شفتي؟ لازم اصبيك. وانا هغزك. اصبي دمك ده قدامي. والنبي لا شوهك يا مرعي وحشة. 36 غرزة بواحد. وانا هسكت لك ولا ايه ده؟ والله يا عم. اقعد يا عم مرعي. مش هينفع الكلام ده. اقعد يا خالتي. يلا يا شحات شجرباية الارض. بترفع عليا سلاح حبيبي. اقعد يا قشطه. ناس تخاف ما تختشيش سخيه. اقعد يا خالتي. انت بتحرج. اقعد. عشان خاطرك بس. بالنسبه بقى للغاغه اللي انتوا عاملينها دي. على ان شاء الله. احضرينا يا بيسه. البركه كانت التاكسي بقاله كام يوم والبيت ما فيهوش فلوس. وبصحيه عايز ينام زي التنابلة لحد الظهر. إلهي الشيطان يعمل بيبي في بقك. وانت مش راضي ليه يا نشط؟ يعني ايه اللي مش راضي يا بيسا؟ مفيش زباين في الشارع ألفلف عليهم طول النهار أعرف بنزين وزيت وصيانة على الفاضي. انت هتشتغلني؟ ايه خلاص؟ محدش بقى بيركب توكوسة؟ اه ما بيركبوش توكوسة بيركبوا اللي اسمه استغفر الله العظيم ده اسمه ايه؟ اوبر؟ ما تقوليش وشي. يا سلام يا بيسا يا سلام لو اعرف ناس كده يريحوني منهم هشتغل ولع ونار زي الاول. انا كان زمان ما بقعدش مطار هرم بين السرايات ده مالك. شفت عز ياما مني. شوف يا نشط اللي بيلف بعربيه تين شوكي بيحافظ على منطقه اكل عيشه خليش حد يزحمه فيها. يعني مش فاهم اعمل ايه يعني؟ يعني المنطقه اللي بتلف فيها اصطادهم وعلم عليهم ما تخليهمش يهابوا ناحيتها تاني. الله يفتح عليك يا عين خالتي. شش ريح دارك. ويعني انا هفضل بقى ادور بقى واسيب اكل عيشي واتخانق معاهم؟ هو انا سواه ولا بلطاجي؟ لا خليك انت كده نايم منفخد والعيله الغلبانه دي اللي تصرف عليك. ما هو جري يا مشكحل اللي قاعد مرتاح. اقول لك لا تتخانق ولا حاجه. هاتهم بالبرنامج بتاعهم وبلغ عليهم هم شغالين قانوني. يا بنت اللعيبه. اي خدمه. فكرة عبقرية بقى خلاص. تاكسي الاسود وابيض راجع من جديد وراجع وبقوة وهيبقى ابيض علينا واسود على ولاد الحرام دول. مين اوبر؟ ترمي نفسك بقى بيزا. مسك السلاح ده اللي اتطور عليهم. مسك. وانت قومي اعملي لنا 50 تشاي. عيني ياما قال انا دماغي بربقت.